السلام عليكم اصدقائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله غنحاولوا نديروا صفحه 218 في انتاج المات بالميراني كوليج. اذا بغيت تتبعوا معايا مزيان باش تفهموا، اذا ليكزيرسيس عندنا 28 قالوا لنا ريبرودوير لو غرافيك سي دوسو اي دوني دون لو لوبير او اي جي لي كوردوني دي بوين. اذا غنعاودوا نرسموا هذا الشكل هذا ونعطيو الاحداثيات ديال هاد النقاط كاملين. حنا ما نعاودوش نرسموه، ولكن هو النيت غادي نديروه وغادي نخدموا عليه. اذا الاوروبي مطلوب مني انني نحدد الاحداثيات ديال هاد النقاط هادو ا بي سي دي الى غير ذلك. اذا غادي نجي لهنايا، تنجي تنعرف بان المعلم عندي هذا هو الراس ديال المعلم، وهاد القطعه من هنا لهنا هي وحده ديال القياس على حسب او اكس، وهنايا هاد الوحده هادي هي على حسب قياس ديال او ايغريك. ماشي تري بيان. دونك دابا غنحدد الاحداثيات ديال كل وحده فيهم. غادي نجي مثلا الاف، الاف كاينه على او اكس، اذا الاحداثيات ديالها واحد هنا جوج ثلاثة، ولكن الاسقاط الا درنا على الاو ايغريك تعطينا صفر. اذا الاحداثيات ديالها اكس ثلاثة نقطة فاصلة ايغريك صفر. مزيان. بالنسبة لا، هنا ثلاثة هنا أربعة، إذا أ عندها الإحداثيات الإكس ديالها هو أربعة نقطة فاصلة، و إيكراك ديالها هو ناقص واحد، إلا درنا الإسقاط غنلقاو ناقص واحد. مزيان. غادي نجي عند الدي، إذا الدي بما إلا درت لها الإسقاط على الأو إكس غادي نلقى الإكس تساوي ثلاثة نقطة فاصلة، و إلا درت الإسقاط على إيكراك هنا واحد هنا جوج وهنايا ثلاثة، إذا هنا جوج. غنجيو لعند هادي، هادي الإسقاط كاينة تتواجد على أو إيكراك، إذا عندها إكس تتساوي صفر. ديما النقطة اللي كاينة في المحور إلا كانت في إيكراك راه إكس كتساوي صفر، وإلا كانت في إكس راه إيكراك كتساوي صفر. بحال هنا دابا هنايا سي إحداثيات ديالها غنديرو من هنايا، الإكس ديالها صفر والإيكراك ديالها ثلاثة. فوالا شنو بقى لينا؟ بقى لينا بي، بي ترجعو هنايا عندنا ناقص جوج، هنا ناقص جوج. فوالا هنا عندنا الإكس هو هاد المحور، إذا إكس ناقص جوج، غنجي هنايا بي غادي نكتبها إكس ناقص جوج نقطة فاصلة، و إيكراك ديالو شحال؟ تندير الإسقاط ديال هاد النقطة هادي هنا هي ناقص واحد. بقات لي غي ديال أو، إذا أو هي إكس ديالها ملي غندير الإسقاط غنلقاه هي ناقص واحد نقطة فاصلة، ومني غادي ندير على الأو زاد اللي هو هذا غادي نلقى ناقص ناقص جوج. مزيان. إذا أنا لقيت كاع الإحداثيات ديال النقاط ديالي. دابا غنجاوب على السؤال رقم جوج. إذا بالنسبة للسؤال الثاني غوكوبي إي كومبليتي لي فخاز، عندنا هاد لي فخاز هادو خاصنا نكملوهم كما شفتو الشكل. حنا الشكل ردينا كل نقطة وقدامها الكوبل إحداثيات ديالها. بالنسبة للناس اللي باقي ما تيعرفوش شنو هي السكويلا برو، شين ايدوكاتيف بروفيسيونيل، فيها شروح الدروسات. بغيتي تشوف غتدخل الفيديو وغتهبط تقلب على الفيديو الشرح ديالك ولا تصحيح الامتحان اللي تتسناه راه غادي تلقاه في هذه القناه هذه. و بلوس كو سا، الا في حالات ما كثروا عليك الفيديوهات وما قدتيش انك تقلب اولا تلقى الفيديو ديالك، يكفيك انك تجي لهاد لا ريغيرش تكليكي هنايا وتكتب مثلا ايكواسيون، مثلا غتكتب ايكواسيون تتقلب على زيكواسيون كدير ريغيرش صافي ايكواسيون وكدير ريغيرش ديالك، او ميم طون تعطيك كاع الفيديوهات اللي طالعين اللي مكتوبه فيهم ايكواسيون، كاع العناوين اللي فيهم ايكواسيون راه غادي تلقاهم، سواء كان تصحيح ديال الفروض او لا شرح ديال الدرس او لا شرح ديال التمارين الى غير ذلك. اذا غنقراو لا فراز الاولى وغادي نجاوبو. لي بوين دي اي زون ميم ابسيس، شكون هما النقاط؟ النقطه دي اللي عندها نفس لابسيس، يعني نفس لابسيس هو الاو اكس. ها هي النقطه دي، لابسيس هنا اكس، اذا شكون اللي عندها نفس اي نفس 3 هي اف. اذا غنجي غادي نكتب هنا لي بوين دي اي اف زون لا ميم ابسيس. هنايا دو سي نول، إذا فين هي السي؟ السي شكون هو لي نول؟ إذا لابسيس نقولو
لابسيس لابسيس دو بوان سي اي نول، يعني منعدم تساوي صفر اللي هو هذا. صافي الاكس ديالها الاكس ديال سي تساوي صفر. لي بوان خصنا نقلبوا عليهم جوج، عندهم ميم اوردوني، عندهم ميم اوردوني يعني عندهم نفس اكس ايكغيك. غادي نشوفهم شكون اللي عنده نفس اكس ايكغيك. عندي هنايا ثلاثة، عندي هنايا ناقص واحد، عندي هنا ناقص جوج، هنا ناقص واحد. اذا عندهم نفس ايكغيك اللي هما هادو اللي هي ا والبي. عندهم ناقص واحد ناقص واحد اللي هي ايكغيك. دونك غنقول هنا لي بوان ا اي بي زون ميم اوردوني. تري بيان. لو دابا تنقلبو البو ابو ابسيس ديال موانز ابسيس اوردوني. ابسيس هو الاكس والاوردوني هو ايكغيك. اذا شكون هي النقطة اللي عندها الابسيس ديالها هو ناقص واحد نقطة فاصلة ناقص جوج. شكون هاد النقطة اللي عندها هاد الكوبل هذا هنايا؟ هي او ناقص واحد ناقص جوج. اذا هي او. اذا لو بوان او غنقولو اي ا بوغ ابسيس موان زا اي بوغ اوردوني موان دو. تخي بيان. اذا اكزرسيس 29 بلاسي دون زان روبير اورتوغونال لوريجين او لي بوان سويفون. قالوا لينا هنا عقلو اورتوغونال يعني الاو اي ما كتساويش الاو جي. ونكملوا نرسموا بعدا هو الاول. فوالا اذا حنايا جبنا لو روبير ديالنا بحيث عندنا هنايا قلنا هنا او ايكغيك وهنايا اكس. فوالا دابا غادي نوضعوا النقاط ديالنا اللي هي ا ناقص واحد ربعة. ملي تنقول ناقص واحد هاد ناقص واحد هي اكس تنسبق بها، وهذه هي ايكغيك، هذه هي اكس وهذه هي ايكغيك. اذا هنايا اكس هو او اكس وهذا عندي ناقص واحد. اذا ناقص واحد هنا ناقص أربعة، أربعة غتجي هنايا. إذا التقاطع ديال هذا المستقيم مع هذا المستقيم هنا غنكون نقطة أ. والنقطة إكس عندنا خمسة ها هي، وعندنا ناقص جوج ها هي ناقص جوج. إذا التقاطع ديالهم تجينا النقطة هنا اللي هي سي. صافي مزيان. إذا قالوا لنا بلاسي لو بوان بي لو ميليو دو سيغمو أسي. هذا الميليو دو سيغمو غادي نرسموه الأسي. إذا هذا هو الميليو، هذا قطعة أب سي. إذا رسمناها غادي نلقاو غيعطينا الميليو هنا. إذا في هذه النقطة هذه منتصف ديال القطعة. غادي نحدو لي كوردوني ديالها، غنديرو الإسقاط على أو إكس وغنديرو الإسقاط على أو إيكغيك. إذا غادي نستنتجو بأن النقطة بي غادي تكون هنايا، والإحداثيات ديالها دي من كنبدا بإكس لتحتاني جوج وعاد إيكغيك واحد. مزيان. إذا قال لك عاوتاني بلاسي لو بوان دي سيميتريك دو ا بارابور ا او. إذا ملي كنقول سيميتريك دو ا بارابور ا او يعني هو نصف المستقيم اللي غيدوز على او وغيدوز من جهة أخرى. إذا غتجينا هنايا النقطة دي فوالا، واللي غتكون هاد المسافة من هنايا من او حتى لدي تتساوي المسافة من او حتى الأ. يعني الأو هي الميليو ديال إذا الإحداثيات ديال هادي هي الإسقاط تنديرو واحد نقطة فاصلة و إيكغيك عندنا ناقص أربعة. إذا هذا هو الجواب الثالث. قالوا لنا كيلي لي كوردوني، هادو هما لي كوردوني ديال لو بوان دي. تخي بيان. إذا ليكزيرسيس نيميرو 30 سيغ أن روبير أورتوغونال بلاسي لي بوان أ بي سي تي و كيلي لا ناتور ديال كادريلاتير أ بي سي تي. إذا نجيبو نفس المعلم ديالنا وغنبداو نوضعو النقاط. عندنا ا جوج جوج جوج. اذا ا جوج جوج تنجي المعلم ديالي عندنا هنايا بعدا ا واحد جوج. قلنا هنايا تيكون عندنا اكس وهنايا تيكون عندنا ايكغيك. اذا جوج ها هي جوج ها جوج جوج وجوج في ايكغيك. اذا هنايا جوج. اذا تندير التقاطع بحال هكا، التقاطع ديالي غيحدد لي النقطه هنا اللي هي ا والاحداثيات ديالها جوج نقطة فاصلة جوج. تخي بيان. بي ربعة ناقص واحد. إذا ربعة في الإكس هنا وناقص واحد في إيكغيك. إذا غتجيني هنايا. إذا هنايا بي الإحداثيات ديالها ربعة نقطة فاصلة ناقص واحد. سي جوج ناقص ربعة. جوج في إكس وناقص ربعة في إيكغيك. إذا هنا سي جوج نقطة فاصلة ناقص ربعة. وغتبقى لي دي صفر
في اكس ها هي صفر هنا و واي ناقص واحد. اذا دي غتجي فوق المعلم، فوق المعلم لاحداثيات ديالها صفر ناقص واحد. تخي بيان، عندنا وضعنا النقاط ديالنا كاملين، خاصنا نشوفوا شنو هي الطبيعه ديال هذا الرباعي هذا. فوالا، اذا الشكل ديالي تيبان لي عباره عن معين، عنده الاضلاع كاملين متقايسين ولكن الاقطار ديالو اللي مخالفين. اذا الاقطار ماشي بحال بحال، هنايا عندنا 6 ديال الكروات وهنا عندنا 4 الكروات. اذا غادي نجي هنايا وغادي نجاوب على السؤال الثاني وغادي نقول لا ناتور دو كادغيلاتير كادغيلاتير ا بي سي تي مالو قلنا اي ان لوزاج اي ان لوزاج واه تري بيان. اذا اكزيرسيس 31 دو زاروبير اورتونورمي بلاسي لي بوين ال ك ان بلاسي البوين ام تير كو لو كادغيلاتير ان ك ال اي ان ريكتانجل كيل سون لي كوردوني دو ام. اذا هنايا غنحاول نجيب نفس المعلم ديالي. اذا لو روبير ديالي هو هذا، غادي نبلاصي النقطه ال اللي هي ناقص 2 في اكس و3 في واي. كنجي ناقص 2 في اكس ها هي و3 في واي، يعني تتقلب على التقاطع ديال 3 ها هي 3. اذا النقطه هنايا ال للاحداثيات ديالها ناقص 2 بوان فاصله 3 ك ناقص 3 ها هي ناقص 3 ناقص 2 ها هي ناقص 2. اذا هنا ك احداثيات ديالها ناقص 3 ناقص 2 ديرو ديما نقطه فاصله مزيان. ان 2 ناقص 3 2 كاينه في اكس وناقص 3 كاينه في واي. اذا هنايا غادي تجيني ان. اذا ان احداثيات ديالها 2 في اكس ناقص 3 في واي. اذا السؤال الاول بلاسي لي بوين سالينا. السؤال الثاني بلاسي البوان ام تيل كو لو كادغيلاتير خاص يكون عندنا ان ريكتانجل، اذا خاص يكون مستطيل. الا بغينا نحطوا هذه النقطه هذه تنجيبوا البريكار ديالنا تنطراسيو بعدا هاد الاشكال هادو النقاط تربطوا بين النقاط. اذا ملي كنربطوا بالنقاط ديالنا تنجيبوا البريكار وترسموا النقطه الرابعه. حنا عارفين كيفاش كنرسموا الباراليلوغرام صافي، كيفاش كنترسم باراليلوغرام راه كلشي تيعرف كيفاش يرسم باراليلوغرام. اذا النقطه الرابعه غادي تجينا هنا فوالا. اذا هنا غتكون نقطة دي الاحداثيات ديالها غيكون السؤال الاخير الام ماشي دي عفوا. اذا هنا الام ماشي دي هنا النقطة ام. دابا غادي نجمعو هاد كادغيلاتير. اذا هنا غنجاوبو على السؤال قالك كيل سون لي كوردوني دو ام. اذا لي كوردوني دو ام غنكتبهم ليكم هنا اللي هو الاكس عندها 3 نقطة فاصلة و ايكغاك عندها 2 صافي. تقدو تجيو تكتبو هنا لي كوردوني دو ام سون و ديرو الكوبل ديالكم لي هو 3 نقطة فاصلة 2 تخي بيان. إذا كنتمنى أنك إلا استفدتي مزيان دعمنا على القناتين سكويلا برو ديال الدروس و سكويلا توب ديال حلول ديال التمارين. اذا اكزيرسيس 32 تراسي ان روبير اورتونورمي ان برونون 1 سنتيمتر بور اونيتي دو لونغور ساشون كو سور شاك اكس. واه اذا حنا تراسيناه وقالوا لنا ناخذوا هذه المسافه من هنا لهنا كتساوي سنتيمتر واحد، وحتى هذه المسافه من هنا لهنا تتساوي 1 سنتيمتر. مزيان، اذا هذا هو تراسيه وتراسيه نتوما في الكتاب ديالكم، بحيث هنا غيكون عندنا إيكغاك وهنا غادي يكون عندنا إكس. تخي بيان فوالا. إذا قالوا لينا بلاصي لي بوان أ واحد واحد، واحد التلميذ سولني قال لي أستاذ كيفاش درتي أنت لهاديك الأ؟ واخا من تيقول لي واحد يعني تنقلب على هاد المستقيم اللي تيمر من نقطة واحد بحال هكا وتمشي عاوتاني هي هاد واحد، وهاد الواحد ديال إيكغاك يعني تمشي عند الإيكغاك وتنقلب على واحد، تنقلب على داك المستقيم اللي تيمر من واحد، وهداك التقاطع ديالهم هو اللي تيحدد لي هاديك النقطة وكنكتب عليها ا الاحداثيات ديالها واحد نقطه فاصله واحد.
هادشي هذا بالنسبه للي باغي يفهم غيدخل قناه سكويلا برو غيلقى الشرح ومفهوم بديتاي. داكشي علاش حنا ما تنبغيش نبقى نشرحو هنايا في الثمانيه بزاف، تنبغيو نخرجو مباشره صافي. اذا حتى بالنسبه لبي عندنا ناقص واحد، اذا اكس ناقص واحد ها هي يعني المستقيم اللي غيدوز، و واي خمسه ها هي واي خمسه. اذا هنا بي هي هنايا احداث ديالها بي ناقص واحد نقطه فاصله خمسه. مزيان فوالا، هذا بالنسبه للسؤال الاول. بلاسي لو بوان سي ساشون كو ا بي سي اي ان تريونغل ريكتانغل اون ا. واخ الا بغينا نديرو بانه ريكتانغل اون ا خاصنا نتراسيو هذا المستقيم اس ا بي. اذا بالنسبه لهاد اولا اللي هي ا غيعطيونا جوج ديال الحالات. اذا المثلث غيخرج ليا ا بي تكون عندي هنايا سي وهو قائم الزاويه في ا، اولا هو النيت وغتخرج عندي مثلا سي هنايا في هاد البلاصه وقائم بالزاويه فيها. اذا عندي جوج ديال الحالات. مزيان، دابا اللي غيتاكد ليا هو الثاني. قالوا ليا هنايا لابسيس يعني الافصول ديال النقطه سي موجب. حنايا باش غادي نعرف بانه موجب؟ واخ في هاد البلاصه هادو، هاد البلاصه تيكون افصول والارتوب موجب، هاد البلاصه تيكون الافصول سالب والارتوب موجب. في هاد البلاصه عاوتاني تيكون هنا سالب وهذا سالب، وهنايا تيكون سالب وهذا تيكون موجب. اذا اللي بغينا حنا بغينا هاد الجهه هادي، اذا بغينا احداثيات ديال هاد اكس هادي، ما بغيناش المثلث التحتاني. اذا المثلث الاحمر هو اللي كنهضروا عليه صافي. دابا هنا قالوا لينا لي كوردوني ديال لو بوان سي. اذا لي كوردوني دو بوان سي اي واحد فيكم راه يقدر يدير لي كوردوني بشريطه انه يكون هنا هذا قائم الزاويه. اذا بالنسبه لي انا غندير الاسقاط على الاو اكس لقيتها 4، والاسقاط على او واي لقيتها 4، وغادي نكتب بان السي احداثيات ديالها 4 4 صافي. فوالا، اذا لي كوردوني هما 4 4 تري بيان. دوز التمرين الموالي. كي بغيت نقول لكم انتوما هنايا السي باش ما تعاودوش تسولوني، هنا غيخرج لكم جوج ديال الاعداد الموجبين، ديرهم كما بغيتي غير يكونوا تنتميو لهذا المستقيم الاحمر صافي. قد نقولوا مثلا تكون سي هنا ونقولوا 3 3، او لا تكون هنايا نقولوا جوج جوج صافي. اذا اكزيرسيس 33 رشيد فوا ليكرون دو سا كونسول دو جو. اذا تيشوف واحد ليكرون ديال لي جو ديالو تيل كيل ريبريزونتي سو دو سو. اذا هذيك ليكرون تتبين لينا هادشي هذا في التلفازه، هادشي اللي هو هادشي. دابا اول سؤال هو قال لك كيل سون لي كوردوني دو لا بومب. ها لا بومب لي كوردوني ديالها، باش غادي نعرفوا لي كوردوني ديالها؟ في الاول كنجيو لا بومب، تنجيو هذاك لو بوان اللي عطينا هنا في لا بومب، وتنديروا له الاسقاط ديالو على هذاك الاو اكس، على المعلم او اكس هنا، هذا على الاو اكس وهنا على الاو ايغراك صافي. وتنعاودوا نديروا له الاسقاط على او ايغراك هنا. وقبل ما نحدد هذه القيم خاصني نحدد المعلم ديالي. انا تنشوف كل جوج كاروات بواحد، اذا هنا واحد، هنا جوج، هنا ثلاثة، هنا واحد، هنا جوج. اذا غنجي غندير له كوردوني ديال البوم، غنديرها بين قوسين. عندي هنايا الاكس هو جوج نقطة فاصلة، واكراك جا ما بين جوج وثلاثة يعني جوج فاصلة خمسة، غادي نديرو هو جوج فاصلة خمسة. إذا الجواب ديالي ديال لي كوردوني وقلنا هما جوج نقطة جوج فاصلة خمسة. مزيان، دابا غندوز السؤال رقم جوج. إذا السؤال الثاني كيل سون لي كوردوني دو نافيغ اونتور دو روج. فين هي؟ اللي هي هادي نافيغ اونتور دو روج، هي الدائرة بالحمر. شحال لي كوردوني ديالها؟ تنجي تنشوف بأنها جات فوق الأو إكس، إذا جات على الأو إكس، هي هاد لو بوان هنا. إذا باش غادي نعرف خاصني نحسب. عندي هنا الأو إكس جوج كروات تيتعتبرو بواحد، نبدل القلم باش يبان ليكم. وهنايا غادي نشوف جوج كروات هنا ناقص واحد، عاوتاني جوج كروات عندنا ناقص جوج. إذا هي جات في أو إكس يعني إكراك ديالها تتساوي صفر، إحداثيات ديالها غادي يكونوا ناقص جوج اللي هي إكس وإكراك صفر. غادي نجي نجاوب هنا، غادي نقول إحداثيات هو ناقص جوج نقطة فاصلة صفر. إذا سؤال رقم ثلاثة، دوني لي كوردوني دو دو سوميرا اللي هما دو سوميرا لي كوردوني ديالو. إذا شنو غنديرو؟ الإسقاط ديال هذا على الأو إكس وعلى أو إكراك. فوالا، إذا ملي غندير الإسقاط على أو إكس
غادي يجيني هنايا الوسط، هذا هو الاسقاط ديال هذه النقطه هذه، وعلى او ايكغيك غاتجيني هنايا. اذا بجوجهم تيجيوني في نفس النقطه الاسقاط، يعني عندهم نفس ايكغيك ولكن مخالفين غير في الاكس. هذا الاسقاط اكس غادي جوج. اذا هذا الاحداثيات ديالو هذا نسبقوا، هذا بعد اللي سهل لي اكس جوج نقطه فاصله، والايكغيك جات بحال هذه الاحداثيات. اذا من هنا لهنا عندنا ناقص واحد، ومن هنا لهنا عندنا ناقص جوج. اذا هنايا ايكغيك ناقص جوج، حتى هذا الاحداثيات ديالو غادي يكون ناقص جوج في ايكغيك، ولكن اكس جاني ما بين واحد وجوج، هي ناقص واحد فاصلة خمسة، ناقص واحد فاصلة خمسة نقطة فاصلة ناقص جوج. تخي بيان. إذا قلنا ديرنيغ كيستيون، أن سومارا اللي هما هادو، هاد لي سومارا، قال لك بوتيل سو تخوف أو بوان دو كوردوني موان دو زيرو. إذا فين البلاصة غيقد يكون هاد السومارا؟ إذا أنا غادي نجي باش نتراسي هاد لي كوردوني. إذا تنجي لهنايا لاكس ديالي، تلقى عندي واحد جوج، حيت عاطيني هما في اكس عاطيني ناقص جوج فاصله خمسه. اذا هنا واحد جوج، غنجي هنا جوج فاصله خمسه. اذا هاد السماره غادي تجينا هنايا في هاد النقطه هادي، هادي هي لي كوردوني ناقص جوج فاصله خمسه بوان فيرغول صفر. اذا غادي تجينا السماره هنا، وحده في هادو غادي تجينا هنا. اذا حتى لهنا تيتسالى ليكزيرسيس ديالي. كنضرب لكم موعد في مره اخرى ان شاء الله. ما تنساش انك تابونا معنا في لاشين وتبارطاجي فيديو مع الاصدقاء ديالك. كان معك بروفيشن من قناه سكولا توب. خليتك على خير، السلام عليكم.